بيبدأ الفيلم بضابط شرطة وهو بياخد شخص مشتبه فيه لأقرب نقطة شرطة، ولما وصل هناك بلغ المأمور في التليفون وفهمه إن الشخص اللي قبض عليه كان معاه اسطوانة أكسجين وخرطوم بتاع الاسطوانة، وفي نفس الوقت قدر المجرم ينقل إيده علشان تبقى قدامه وهجم على الشرطي وخنقه بالكلبشات في رقبته، وحاول الشرطي يقاوم لكن المجرم كان أقوى منه وفضل يخنقه لحد ما مات وغسل ايده بعدها وركب عربية الشرطة وطلب من شخص مدني يقف بالعربية في الشارع على انه شرطي وحط الخرطوم بتاع الاسطوانة على راسه وقتله هو كمان علشان ياخد العربية بتاعته. وفي نفس الوقت ده كان لوليان موس بيصطاد غزالة قريب من الغابة، لكن الغزالة جريت بسرعة رغم انه اطلق عليها الرصاصة، واضطر موس يمشي ورا اثار الدم علشان يمسكها وتفاجئ باثار دم تانية وشاف كلب بيجري في الغابة وكان متصاب برصاصة وفهم ان في حد تاني موجود في الغابة وراح علشان يراقب المكان اللي كان بيهرب منه الكلب بالمنظار وشاف عربيات كتير قدامه، ولما نزل علشان يشوف ايه اللي بيحصل اتفاجئ بمجموعة كبيرة من رجال العصابات وهم مقتولين كلهم قدامه على الارض، وفهم ان كان في حرب بينهم في المكان ده، ولما فتح عربية من العربيات لقى فيها شخص بيحتضر وقال لموس انه عاوز يشرب، وساعتها موس فهمه انه مش معاه مية وخد المدفع الرشاش اللي كان مع الراجل وشاف بعدها مخدرات كتير موجودة في العربية وفهم انها كانت مهمة تسليم بين العصابات، ورجع للراجل تاني وسأله عن الشخص اللي كان معاه الفلوس، لكن الراجل فهمه انه مش عارف مكان اي حد، وحاول موس يراقب المكان بالمنظار وفهم ان الشخص اللي معاه الفلوس لو عايش يبقى اكيد مصاب وراح لاقرب مكان علشان يرتاح، ولو كان عاوز يرتاح يبقى اكيد هيروح لاقرب مكان بعيد عن الشمس، وفعلا طلع تخمينه صح ولقى الشخص عند الشجرة لكن لقاه ميت هو كمان، وساعتها خد الشنطة اللي كانت معاه والمسدس بتاعه واتصدم لما لقى في الشنطة فلوس كتير جدا، ورغم انه كان عارف انها فلوس مخدرات وهتبقى مشكلة لو خدها لكن ما قدرش يمنع نفسه انه ياخدها وراح بيها للعربية بتاعته ورجع البيت، وحط المدفع الرشاش تحت البيت، واول ما دخل استغربت مراته كارلا من الشنطة والمسدس الجديد اللي معاه وسألته هو جابه منين، لكن موس قال لها تبطل تسأله لانه مش هيجاوب عليها، وفي الليل وهو نايم افتكر الراجل اللي كان عاوز يشرب وبيحتضر وحس بالذنب وقرر يرجع المكان تاني علشان يديله المية، وساعتها مراته استغربت جدا وسألته هو رايح فين وعرفها انه هيعمل حاجة غبية جدا لكن لازم يعملها وهيرجع لها تاني بعد ساعة، وراح فعلا للمكان اللي اتقتل فيه رجال العصابات وساب العربية بتاعته بعيد، ولما وصل للراجل اكتشف انه مات هو كمان، وساعتها اتفاجئ بعربية تانية واقفة جنب العربية بتاعته بعيد وواقف جنبها اتنين من رجال العصابات، ولاحظ انهم بيقربوا عليه بالعربية بتاعتهم وحاول يهرب لكن بيشوفوه وبيضربوا عليه نار، ولما وصلوا للمكان هرب من قدامهم وفضل يجري بأقصى سرعة، وقبل ما يوصل للنهر ضربوه طلقة خرطوش في ظهره ووقع على الأرض وهو متصاب، لكن قاوم الألم ووقف من تاني وفضل يعوم في النهر، ونزل الكلب بتاعهم وراه في النهر علشان يقبض عليه، وأول ما وصل للشاطئ هجم عليه الكلب لكن موس كان أسرع منه وضرب رصاصة ومات الكلب في ساعتها، ورجع بعدها البيت وحاول يعالج نفسه وقال لمراته تجهز بسرعة وتاخد كل حاجتها من البيت لأنه تورط في مشكلة مع ناس خطيرة ولازم تمشي من البيت وترجع لبيت أمها لحد ما يحل المشكلة ويرجعوا يعيشوا مع بعض تاني، وحاولت كارلا تفهم منه أي حاجة لكن موس رفض يقولها على اللي بيحصل وفهمها إنه يتصرف ولازم تبعد عن المدينة كلها لحد ما يحل المشكلة، وفي الوقت ده بيوصل الاتنين اللي كانوا بيطاردوه للمكان اللي مات فيه رجال العصابات وكان معاهم أنطونيو اللي قتل الشرطي لأنه بيشتغل قاتل مأجور، وقرروا يستعينوا بيه علشان يجيب لهم الفلوس ويقتل الشخص اللي سرقها، واداله واحد منهم جهاز اللاسلكي الخاص بجهاز الإرسال اللي موجود في شنطة الفلوس، وفهموا إنه أول ما يقرب من جهاز الإرسال اللي موجود في الشنطة وفهموه إن اللاسلكي هيعمل صوت علشان يحدد مكان الشنطة، ولما أنطونيو فهم إنه هيقدر يوصل للفلوس من غيرهم عن طريق اللاسلكي خد الكشاف من واحد فيهم وقتل الاتنين في ساعتها، وتاني يوم بيوصل المأمور توم والمساعد بتاعه ويندل قريب من الغابة، ولما لقوا العربية اللي اتسرقت من الراجل اللي قتله أنطونيو بعد ما قتل الشرطي فهموا إن ليه علاقة باللي حصل مع العصابات، ونزلوا بعدها للمكان اللي اتقتلوا فيه وحاولوا يفهموا إيه اللي حصل، ولاحظ توم العربية اللي كان فيها المخدرات وفهم إنها كانت عملية تسليم مخدرات بين اتنين من العصابات، ولما بيشوفوا عربية موس بيتعرف عليها المأمور وبيقرر يروح له البيت علشان يفهم إيه اللي بيحصل، وعن طريق العربية بتاعت موس قدر أنطونيو يوصل للبيت بتاعه ولقى هناك رسائل من البريد واكتشف إن مفيش حد موجود في البيت،
وتأكد ساعتها إن موس هو اللي سرق الفلوس، وكان موس ساعتها موجود في محطة القطار وبيتكلم مع كارلا وبيفهمها إنها تبقى بخير وإن الموضوع مش هياخد وقت كبير، لكن هو بيعمل كده علشان يضمن إنها تبقى في أمان. ومع الوقت بيوصل ويندل والمأمور توم لبيت موس، وبيتصدموا لما بيلاقوا الباب مكسور وبيدخلوا وهم مستعدين، وبيتضايقوا لما مش بيلاقوا أي حد موجود لأن موس هو كان أملهم الوحيد علشان يفهموا إيه اللي بيحصل. وفهم توم إن موس مشي من البيت وإن اللي كسر الباب هو نفسه الشخص اللي قتل الشرطي، لكن مفيش حد فيهم قدر يبلغ عنه لأنهم مش عارفين أوصافه ولا اسمه ولا حتى عارفين هو مين وبيعمل كده ليه. وبيروح موس بعدها الفندق في المدينة، وأول ما بيدخل الأوضة بتاعته بيشيل الباب بتاع فتحة التهوية وبياخد جزء من الفلوس علشان يقدر يصرف منهم، وبعدها بيحط الشنطة في فتحة التهوية وبيقفل عليها الباب، وبيخرج بعدها من الفندق وبيشتري بندقية جديدة وطلقات ومعدات علشان يبقى جاهز لو أي حد من رجال العصابات حاول يهجم عليه. وبيرجع بعدها الفندق وبيجهز كل حاجة وبيتكلم مع مديرة الفندق وبيحجز غرفة تانية جنب الغرفة بتاعته علشان ياخد منها الشنطة ويبقى جاهز في أي وقت. ومع الوقت بيمشي أنطونيو بالعربية، ولما بيقرب من الفندق جهاز الإرسال بيعمل صوت وبيعرف إن موس موجود في الفندق. ولما قرب من الغرفة اللي فيها شنطة الفلوس كان الجهاز بيعمل صوت قوي واتكلم مع مديرة الفندق وحجز الغرفة المتاحة، لكن اكتشف إن الشنطة مش موجودة فيها، وكان موس ساعتها في الأوضة الجديدة بتاعته وفتح الباب بتاع فتحة التهوية وحاول يجيب الشنطة بالعصاية. وبيوصل أنطونيو ساعتها للغرفة اللي جنبه لأنه كان فاكر إن شنطة الفلوس موجودة فيها، وأول ما فتح الباب قتل الشخص اللي قدامه. وساعتها موس سمع صوت الرصاص وفهم إنهم قدروا يوصلوا له، وخرج واحد من الحمام وحاول يضرب عليه نار، لكن أنطونيو كان أسرع منه وقدر يقتله. وبعدها شاف معاهم شخص تالت وقتله هو كمان، وحاول بعدها يدور على الشنطة ولما لقاها مش موجودة فتح الباب بتاع فتحة التهوية، لكن برضو كانت مش موجودة. وكان موس ساعتها موجود في التاكس وقدر يهرب من الفندق وكانت معاه الشنطة. وبنشوف ساعتها رئيس العصابة اللي أنطونيو قتل 2 من رجالته وهو بيتكلم مع قاتل مأجور تاني اسمه كارسون، وطلب منه يلاقي الشنطة والفلوس ويقتل أنطونيو في خلال يومين، وفي المقابل هياخد فلوس كتير، وخصوصا انه يعرف أنطونيو معرفة شخصية وهيبقى سهل انه يعرف مكانه والطريقة اللي بيستخدمها في القتل. ووافق كارسون على كلامه واتفقوا على كده. ومع الوقت بيوصل موس لفندق تاني وبيدي لموظف الاستقبال فلوس كتير وعرفه ان في حد بيطرده، وطلب منه يبلغه في التليفون لو اي حد حاول يدخل الفندق النهاردة. وطلع بعدها الأوضة بتاعته وحاول يلاقي اي حاجة في الشنطة بيقدروا يعرفوا مكانه عن طريقها، وفعلا قدر يلاقي جهاز الإرسال، لكن بيسمع صوت خارج الأوضة وبيمسك البندقية وبيصوبها ناحية الباب. وأول ما أنطونيو ضرب الباب بالإسطوانة بتاعت الأكسجين ضرب عليه موس بالبندقية ورمى الشنطة من الشباك ونط بسرعة، لكن قدر أنطونيو يصيبه بطلقة في بطنه قبل ما ينط ووقع على الأرض جنب الشنطة. ودخل بعدها من باب الفندق وهرب من الباب الخلفي بسرعة وخرج للشارع، واتفاجئ ساعتها بأنطونيو وهو بيطلق عليه رصاصة تانية لكن ما تصابش بيها، وجري بعدها ووقف قدام عربية في الشارع، وأول ما ركب جنب السواق اتصاب السواق برصاصة في رقبته ومات في ساعتها. وبعدها ضرب نار على الإزاز بتاع العربية علشان يصيبه، لكن قدر موس يتفادى الرصاص وحاول يهرب بالعربية، لكن اتصدم في عربية تانية وخرج بسرعة من العربية وراح ورا عربية تانية في الشارع ومسك البندقية وهو مستعد. وأول ما وصل أنطونيو للعربية خرج موس بسرعة وضرب عليه بالبندقية، لكن أنطونيو قدر يتفادى الرصاصة ونط بسرعة ورا العربية. وساعتها موس فضل يضرب عليه بالبندقية على أمل إن الرصاصة تصيبه، وبعدها قرب من العربية وخد السلاح بتاع أنطونيو واكتشف إنه قدر يهرب منه، واتحرك بعد كده وراح لسور على حدود المدينة ورمى الشنطة ورا السور ونام بعدها على الأرض وهو بيعاني من الإصابات اللي عنده. وبيشوف بعدها مجموعة من الناس وبيدلهم فلوس علشان ياخدوه لأقرب مستشفى، وبنشوفه بعدها وهو نايم في المستشفى، ولما بيصحى بيلاقي كارسون قاعد قدامه وفهمه إنه عارف كل حاجة عنه وعارف إن شنطة الفلوس معاه، وحاول يطمنه وعرفه ان مش هو الشخص اللي بيطرده. وساعتها موس عرفه انه شاف الشخص اللي بيطرده، واستغرب كارسون لان أنطونيو قاتل محترف ونادر لو حد قدر يشوفه وسابه عايش. وفهمه موس انه كان جندي سابق في الجيش وخدم في الحرب قبل كده، وهنا كارسون قال له ان أنطونيو مستحيل يسيبه الا لما ياخد منه الفلوس ويقتله. وفهمه انه عارف مكان مراته وعارف ان كارلا موجودة عند امها، واكيد أنطونيو هو كمان عارف مكانها وممكن يروح لها في اي وقت.
ونصحه يديله الفلوس لأنه هو الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعده. واتضايق موس جدا وكان خايف على مراته، لكن قرر يغامر للنهاية ورفض يقوله على مكان الفلوس، وفهمه أنه هيقدر يحمي نفسه ومفيش حد هيقدر يقرب من مراته. وساعتها كارسون فهمه أن المغامرة مش هتبقى في صالحه، وقال له أنه هيسيب له وقت يفكر، وساب له رقم الفندق اللي هيبقى موجود فيه لو قرر يغير رأيه. وفي نفس الوقت ده كان المأمور توم وصل لمرات موس وحاول يعرف منها أي حاجة عن مكانه علشان يقدر يساعده، ولما رفضت تقوله على مكانه عرفها إن موس متورط في مشكلة مع ناس خطيرة ومش بعيد يموت لو قدروا يوصلوا له قبل ما هو يوصل له. لكن كارلا فهمته إن موس بيقدر يتصرف لوحده ودايما بتحصل معاه مشاكل وبيقدر يحلها من غير مساعدة. واتضايق توم جدا وقال لها تفكر في كلامه وتتصل بيه لو قررت تغير رأيها. ولما رجع كارسون للفندق اللي عايش فيه اتفاجئ بأنطونيو وهو طالع وراه على السلم ومصوب عليه البندقية، ودخلوا مع بعض للأوضة بتاعته واتكلم مع كارسون وحاول يقنعه يسيبه عايش مقابل الفلوس بتاعته اللي موجودة في حسابه، لكن أنطونيو رفض وكلمه باستهزاء وقال له إنه هو عارف المكان اللي موجودة فيه مرات موس وعن طريقها هيجبر موس إنه يجيب الفلوس لحد عنده. واتفاجئوا ساعتها بالتليفون بتاع كارسون وهو بيرن، وفهم أنطونيو إنه قدر يقابل موس واتفق معاه وصوب عليه البندقية وقتله. وبعدها رد على التليفون وتأكد إن موس هو اللي بيتصل علشان يتفق مع كارسون، وعرفه إنه هو أنطونيو وإنه قدر يعرف بيت مراته وحاول يعمل معاه اتفاق، وقال له قدامك حل من اتنين، يا إما تجيب الفلوس وتيجي لحد عندي وتبقى أنقذت مراتك، أو هقتل مراتك وبعدها هقتلك وبرضه هاخد الفلوس. وساعتها موس فهم إنه قتل كارسون وإنه هيقتله هو كمان بعد ما ياخد منه الفلوس، وقرر يغامر للمرة الأخيرة وفهمه إنه مش موافق على الحلول بتاعته، وقفل المكالمة معاه وكان متضايق جدا علشان الموضوع كل شوية بيتعقد. وخرج من المستشفى ورجع علشان ياخد الفلوس، وراح لمحطة القطار واتصل بكارلا وعرفها إنها في خطر وطلب منها تجهز بسرعة علشان تقابله في فندق رمال الصحراء في مدينة ألباسو. وعرفته ان المأمور كلمها وحاول يعرف منها ايه اللي بيحصل معاه، لكن هي فهمته انها ما تعرفش حاجة، وقال لها موس انه هيقابلها في الفندق وهيسيب معاها الفلوس وتسافر بالطيارة لأي بلد تانية، لكن كارلا قالت له انها مش هتقدر تسيبه. وهنا موس عرفها انها لو سافرت بالفلوس مفيش حد هيقدر يقتله طول ما الفلوس مش معاه، لكن هو اللي هيقدر يأذيهم. وحاولت تعرف مين الناس دي وليه بتعمل كده معاه، لكن موس رفض يقول لها أي حاجة. وفي نفس الوقت ده بيوصل أنطونيو المكان رئيس العصابة، وأول ما بيدخل بيقتله بالبندقية علشان يضمن إنه مش هيبعت أي حد تاني علشان يقتله. ومع الوقت بتتحرك كارلا مع أمها لمدينة ألباسو زي ما قالها موس، وأول ما بيوصلوا للمدينة بتنزل الشنط من التاكسي وطلبت من أمها تستناها مع الشنط لحد ما تتصل بموس وترجع تاني بسرعة. ورغم ان واحد من رؤساء العصابة قدر أنطونيو انه يقتله، لكن رئيس العصابة التانية كان لسه عايش وراح لامها واتكلم معاها على انه بيساعدها في حمل الشنط، وقدر يعرف منها هي رايحة فين ومكان الفندق اللي موجود فيه موس. وفي نفس الوقت اتصلت كارلا بالمأمور توم وعرفته ان موس موجود في الفندق وانها خايفة عليه وطلبت منه يروح بسرعة علشان يحميه. ولما بيروح توم للفندق بيشوف مجموعة من رجال العصابات وهم بيضربوا نار على شخص موجود هناك، وبعدها بيهربوا بسرعة بالعربية وبيسيبهم وبيروح الفندق وبيلاقي ناس مقتولة قدامه، وبيتصدم لما بيشوف موس مقتول هو كمان وبيعرف انه وصل متأخر. ولما بتوصل كارلا بتشوف عربيات الشرطة وهي موجودة في كل مكان وبتنهار لما بتعرف ان جوزها مات. وبيتقابل توم بعدها مع رئيس شرطة المدينة وبيفهمه ان موس مات وانهم ملقوش معاه شنطة الفلوس، واكيد رجال العصابات اللي قتلتوه هم اللي سرقوها. وكان رئيس الشرطة متضايق علشان كل فترة بتحصل حادثة بنفس الطريقة بسبب الفلوس والمخدرات، وعرفوا توم انهم لحد دلوقتي مش متأكدين لو كان القاتل اللي قتل الشرطي هو اللي قتل موس وخد الفلوس ولا عصابة تانية هي اللي عملت كده. وبيرجع بعدها توم للفندق اللي اتقتل فيه موس علشان يشوف لو في اي حاجة ممكن توصلهم للي عمل كده، وبيتصدم لما بيلاقي الباب مكسور عن طريق اسطوانة اكسجين، وبيفهم ان القاتل وصل هو كمان، وبيطلع المسدس بتاعه وبيدخل البيت بكل هدوء وهو مستعد وبيدور في كل مكان، لكن مش بيلاقي حد موجود. ولما بيقعد بيتفاجئ بالمسامير بتاعت فتحة التهوية وهي على الأرض، وبيفهم إن موس كان شايل الفلوس في فتحة التهوية وعلشان كده مفيش حد قدر يلاقيها، وإن أنطونيو هو الوحيد اللي عرف يوصل لمكانها. وتاني يوم بعد الجنازة بتدخل كارلا البيت وبتلاقي الإزاز مكسور، وبتتصدم لما بتدخل أوضة النوم وبتلاقي أنطونيو قاعد قدامها، واتكلمت معاه بكل هدوء وقعدت قدامه وفهمته إن هو مش مضطر يقتلها وإن جوزها خلاص مات، لكن أنطونيو فهمها إنه هيضطر يقتلها لأنه وعد جوزها بإنه هيقتلها
لكن هو اللي اختار نفسه علشان الفلوس قرر يضحي بيها. واستغربت كارلا من كلامه وعرفته انه مجنون وان كلامه مع موس ملوش قيمة لانه مات والموضوع انتهى خلاص ومفيش حد مضطر انه يعمل اي حاجة. وساعتها انطونيو عرفها انه هيساعدها ورمى العملة المعدنية وطلب منها تختار، ولو طلع اختيارها صح هيسيبها تعيش ولو طلع غلط هتموت. لكن كارلا رفضت تختار وفهمته ان العملة المعدنية مجرد وسيلة وانه هو اللي بيختار يقتلها او لا. وقرر أنطونيو يسيبها تعيش وفهمها إنها لو قالت عنه لأي حد هيرجع تاني علشان يقتلها. وسابها وخرج من البيت وركب العربية بتاعته وهو بيفكر في كل حاجة حصلت من أول ما بدأ المهمة. وفي الطريق كانت إشارة المرور مقفولة ورغم كده كمل في طريقه، وساعتها اتصدمت فيه عربية تانية من الجنب واتصاب أنطونيو من الحادثة. وخرج من العربية وهو بيعاني من الإصابات اللي عنده، وقرب عليه اتنين من الأطفال علشان يطمنوا عليه، وادالهم ساعتها فلوس وخد من واحد فيهم القميص بتاعه وربط إيده المكسورة وسابهم وكمل في طريقه للهروب. وبيرجع توم بعدها لبيت أبوه واللي كان شرطي سابق هو كمان، وبيحكي له على اللي حصل في القضية الأخيرة وهو متأثر، وقرر يسيب الخدمة في الشرطة ويكمل بقية حياته في سلام. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.